موسم السلوس هو سلس وجامعة سلوس. يبتدي موسم السلوس من نص 8 وأحلى موسم له شهر 9 ويبتدي يقل للدش البرد. والسلوس يعيش على سطح الماء، بالانجليزي اسمه جارفيش، وترى وايد يبيعونه غالي في المطاعم الكاشخه، وهو الكيلو ماله من دينار لدينار ونص. السلوس يسوونه يا مايقلي يا صالونه، وانا اليوم بسويه مايقلي. وهذه السلوس شريته من فرشه عبد الله السيد، انستغرامه تحت. وهذه شكله قبل لا يتنظف. سلوس منظف بطنه، مكسوس راسه، رش عليه ملح وبزار وقلبه ونتركه نص ساعه يرتاح. صوت المقلي طرب، ريحته دهن عود. ننشب عيشنا ونرشه بالسمنة ونحط السلوس على صوب ونحط الدقوس مني. صج السلوس وايد حلو لذيذ، بس بعد الحداقة يحبونه حق الحداق وممتاز حق الصبيطي. يشكونه من هني الميدار من فوق ويطلعونه ويدخلونه من هني ويصير السلسيدة ويقطونه بين مايتين ويجيب الصبيطي. وبعد يستخدمون السلس حق حداق الشان عاد تشكونها 300 دير مسكينها السلس كل شيء سووا فيه. ونواخذة الحد يقولوا لي السلوس زين حق الضروس، السلس حق البطن يسوي له كذي. بسم الله بيه يا جماعه، السلوس وايد لذيذ. تجيب البلح كذي ترش لك شوي دقوس وعليه صج 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 لا يفوتكم السلوس. الحين اتوقع عرفتوا كل شيء عن السلوس. برز السلوس.